لو حابب تتفرج على ملخص اول 6 حلقات هتلاقيهم في اللينك اللي فوق ده. بنعرف بقى ليه ابو نور واخوها ادوها علقة موت، والسبب ان في فيديو انتشر لنور مع نديم في اوضه النوم والناس كلها شافته وفضحتهم بقت بجلاجل. وطبعا هي مهما حاولت تقنع عليها انهم متجوزين وان اللي حصل بينهم ده ما فيهوش اي مشكله وان اكيد نديم هيعترف انها مراته ومش عارف ايه، بس محدش طبعا صدقها. وكمان نديم طلع على التلفزيون قال ان اللي حصل ده كان غلطه وان البنت اللي معاه في الفيديو دي مش اكتر من بنت كانت معجبه بيه وهي اللي غويته، وقال عليها كلام زي الزفت. ده كله عشان يطلع صوته هو زي الملاك البيء. واللي زاد الطين بلة كمان ان في محامي رفع على نور بلاغ بنشر الفسق والفجور، وان كمان احتمال تبقى هي اللي صورت الفيديو ده ونزلته على النت عشان تتشهي. وبعد كل الاحداث دي بقى بنلاقي ان محمود هو والست سوسن قاعدين مع ابو نور وامها، ونور كانت قاعده معاهم وسامعه اللي بيتقال، ومحمود بيقول لهم ان الحل في ايديكوا انتوا، انكوا توافقوا على عرض الست سوسن، انتوا مش حمل نيابه واقسام ودوشه وفضيحه وقرف. الست سوسن هتدبر كل حاجه، هنقول ان نور انتحرت وندفنها ونعمل صوان وده كله تمثيليه، وفي نفس الوقت هنعمل لها اوياء جديده باسم جديد وتتجوز عماد ابن الست سوسن، وفوق ده كله مبلغ 100,000 جنيه، ويبقى وفرتوا على نفسكم الفضيحه واللت والعجل. وابوها وامها وافقوا على كده، بس محدش من اخواتها كان يعرف اي حاجه من اللي حصلت دي. ليلى بقى فضلت مكمله في طريق انتقامها، وقررت انها المره دي هتنتقم من نديم شكري لان هو قص المصايب دي كلها، وقدرت انها تتعرف على بنته ويبقوا صحاب كمان، وقدرت كمان انها توصل لعنوان نديم شكري وكانت يرحاله عشان تخلص عليه. بس حصلت مشكله بسيطه، ابو عماد كتب تلت ويسه لعماد وخلى ليلى تبقى هي الوصيه عليه، باعتبار انها اكتر واحده شايله همه، وكمان عشان عماد بيحبها ومش قادر يستغنى عنها. بس ابنه التاني شيف سمع الكلمتين دول وجن جنانه، وراح لليلى الفيلا وقال لها بصي من غيشه وشايه كده احنا مستغنيين عن خدماتك، وهي تمشي في هدوء بدل ما مشيكي بالعافيه. فليلى قالت له اتكلم على قدك يا شاطر، وللاسف مش هقدر اتكلم معاك دلوقتي لاني عندي مشوار مهم. وقالت لحسان عماد نايم في اوضته محدش يصحيه عبال ما يرجع، وهي كانت رايحه لنديم، وفي نفس الوقت كانت بتتفرج على اللي بيحصل في الفيلا من كاميرات الفيلا على موبايلها. ولقيت شييف صحى عماد بالعافيه، وده خلى عماد يبقى عصبي قوي وجن جنونه، وطبعا شييف سابه ومشي، وعماد مهديش وقام خد الكلب معاه وضرب حسان وخرج من الفيلا. ورجعت ليلى تدور عليه بس ما لقيتهوش، لحد اما الضابط اتصل بيها وقال لها انه في القسم لانه اتخانق مع واحد في الشارع، ولقوا رقم تليفونها على السلسله اللي في قعده عماد. رجعت بيه البيت لقت المستشار والست سوسن وابنهم، وسوسن قعدت تهزق فيها على اهمالها. فليلى قالت لها والله الذنب مش ذنبي، الذنب ذنب ابنك اللي صحاه من النوم وسابه ومشي. والمستشار قال لها انت عارفه كل ده ليه يا بنتي؟ عشان شيف افندي عايز ياكل حق اخوه، بس سامحيني انا اللي معرفتش اربي. وسوسن حاولت تاخد عماد معاها، بس عماد قال لها لا انا هقعد هنا مع ليلى. وتاني يوم قامت يارحه سوسن لليلى وقالت لها بصي عماد وشيف اخوات مع بعض، اطلعي انت منها لان الشيف مش هيهدى اما ياخد اللي هو عايزه، وممكن يقلب في الدفاتر القديمة واحنا مش عاوزين دوشة. فاندي تمضي على التنازل ده، ده تنازل منك عن اي فلوس هتاخديها من عماد او ابوه. وليلى ما كانش في دماغها موضوع الفلوس اصلا، وعشان كده مضت على التنازل عشان تفضى بقى لانتقامها. وسبحان الله زي ما بيقولوا كل تأخية وفيها خية، ليلى قابلت بنت نديم شوكي والبنت قعدت تفضفض لها بكل حاجة، وقالت لها على حقيقة الفيديو اللي اتصور لابوها مع بنت كده كانت من معجبينه، وقالت ان الفيديو ده اتصور بالقصد من امها ميس اللي هي مرات نديم شوكي واللي في نفس الوقت كانت رئيسة نور في الشغل، وميس سجلت الفيديو ده عشان تفضحهم هما الاتنين، وعملت كده بالاتفاق مع واحد صاحبها اسمه اشرف المهدي عنده شركة اعلانات. وبعد كده هددت نديم انه لو اعترف انها مراته مش هتخليه يشوف بنته تاني. وعشان كده نديم طلع وقال على نور كل الكلام الوحش اللي قاله في حقها ده وما قالش الحقيقه. فانتقام ليلى اتغير، بدل ما تخلص على نديم قررت تخلص على الاتنين اللي اذوها وعملوا فيها كده وكانوا هما قص المصايب. وراحت الكوافي اللي ميس بتعمل فيه شعرها وخدت من المشط كام شعريه من بتوع ميس من غير ما حد ياخد باله، وهنعرف خدتهم ليه بعدين. وقدرت انها تهكر الشركه بتاعت اشرف المهدي وسحبت منها 10 مليون جنيه. وساعتها اشرف راح لميس وقعد يشرح لها ويقول لها ازاي ده يحصل، والمفروض ان شركه ميس هي اللي عامله له السيستم بتاع شركته، فده معناه تقصير منها،
وقال لها انا مش همشي من هنا يا غي لما تجيبيلي العشر مليون بتوعي، وقعد يدبدب يجلو في الارض. بس جاله ميل على تليفونه، وقتيها ليلى بتقوله خلي بالك ميس هي اللي عملت كده، اوعى تأمن لها، قابلني في المكان الفلاني وانا هقولك على كل حاجة وهيرجعلك فلوسك كمان. وإديت ليلى تجيبه الفيلا يوم الجمعة، وعماد كان فرحان جدا ومزقطط وهو بيخلص عليه، وبعد كده بكل سعادة قال لها نيلة نيلة. وبعد ما خلصوا عليه ونظفوا المكان قبل ما تيم الجثة، حطت الشعيتين اللي خدتهم من الكوافيه بتوع ميس عشان تضيب عصفورين بحجر واحد، وفعلا البوليس قبض على ميس بعد ما اكتشف الأدلة دي واتهموها بشكل قاطع، والنيابة حبستها على ذمة القضية، وجابوا جوزها نديم شوكي عشان يستجوبوه، وكان كيم هو اللي بيستجوبه. فنديم مرضيش يتكلم بشكل رسمي، قال له انا هتكلم معاك بشكل ودي واساعدك على قد ما اقدر. وفعلا قعدوا هما الاتنين يدريشوا بره الكلام الرسمي، وكيم ساله عن سبب الخلاف بينه وبين مراته، ونديم حكاله على نور وعلى الفيديو اللي اتصور لهم، وان ميس هي اللي عملت كده عشان تنتقم منهم. فكيم ساله والبنت دي كانت معجبه فعلا ولا كان في بينكم علاقه؟ فنديم قال له كنا متجوزين. فكيم قال له طب وما قلتش كده ليه في التلفزيون؟ قال له عشان جبان، ملهاش اسم تاني، انا شخص جبان. مين بقى اللي كانت قاعده بتسمع كل الكلام ده؟ نور، ما هي مهكره تليفون كريم. كريم افندي اللي ما بقاش مركز في شغله بعد ما طليقته خدت بنته وسافت، ما بقاش عايف لها طريق، وهو قام راح لعلاء وهدده، قال له انا مش قلت لك هقتلك لو عرفت انك قربت لجنى من تاني؟ فقام علاء قال له انا ما اعرفش هي فين اصلا، وقام مطلع له موبايله وسمع له اخي فويس نوت هي بعتتها له، وهي بتقول له انها هتاخد بنتها وتسافر بعيد عن كل المشاكل دي. بس عشان نور أروبا قدرت توصل لجنى من على السوشيال ميديا وتهكر تليفونها، وتعرف انها اتجوزت علاء، وان علاء كمان بيقول لها انا مش عايزك تخافي من كريم، انا مش هيخليه يقرب لك من تاني. وعشان كده علاء كان بيشتغل جامد على اواضي القتل الكتيره دي، وبيستغل انشغال كريم في مشاكله، وقدر بنسبه كبيره يوصل لحل اللغز بعد ما اتكلم مع ناس كتير زي محمود اللي اجر شقه لاهل نور في اسكندريه باسمه، وكمان قدر يوصل لرضوى وعبد الرحمن اخوات نور ويتكلم معاهم ويعرف قصتهم كلها. وفي الوقت ده بقى ليلى بعتت اللوكيشن بتاع جنى وبنتها لكريم عشان يروح يشوف بنته، وراح سال البواب استاذه جنى ساكنه في الدور الكام، قال له جنى مين؟ قال له معاها بنوته صغيره، قال له اه تقصد مدام جنى مياط علاء بيه؟ كريم سمع كلمه علاء بيه دي وجن جنونه، وكان الشرايب يطق من عينه، وخلاص قرر انه هيخلص عليهم هما الاتنين، بس ربنا هداه في اخر ثانيه. في نفس الوقت ده برضو ادي الواد عبد الرحمن انه يثبت محمود ويعرف منه الموضوع كله، ويعرف كمان مكان اخته نور، وراح قال لرضوى اخته وراحوا لها البيت فعلا. وبعد السلامات والاحضان واللازم منه، عبد الرحمن قال لها انا مش هسيبك هنا، انت لازم تروحي معانا. فنور قالت له ما بقاش ينفع خلاص يا عبد الرحمن، انا نفسي والله بس خلاص فات الميعاد. وهما بيتكلموا كده سمعوا صوت ضرب نار من مسدس، فقامت نور قالت لهم انتوا لازم تمشوا من هنا حالا، لو حد جه وشافكوا هتبقى مصيبه، ومشوا فعلا. وجيب الليل علاء بيه ومعاه امي بتفتيش البيت، واتاي ضرب النار ده كان لعبه منه هو عشان يقدر يخش البيت ويفتش براحته، لانه بقى شبه متاكد ان ليلى او نور هي قص المصايب كلها، بس للاسف ما عرفش يمسك عليها حاجه. وقال لها طيب انا عايز افتش الدور اللي فوق، قالت له مش هتلاقي حاجه فوق، اللي انت محتاج تفتشه الحمام، وقامت مدخلها الحمام وقالت له هتلاقي هنا كل اللي انت عايزه، ما اصل كلهم كانوا هنا قبل ما يموتوا. قال لها هو انت شايفه ان ده الحل انك تقتلي عشان توصلي لهدفك؟ قالت له وانت شايف يعني انك تخون صاحبك وتتجوز طليقته وتخبيها منه هي دي الجدعانه؟ ده انت نيله خالص. عماد سمع كلمه نيله دي وقام مخلص على علاء وسيح دمه. مين بقى اللي دخلت عليهم؟ سوسن، ما بقتش مصدقه نفسها، وليلى قالت لها انت لسه هتفكري؟ يلا ساعديني عشان نخلص من الجثه دي، ده في الاول وفي الاخر ابنك، محدش هيصدق انه عمل ده كله لوحده، اكيد انت اللي ساعدتيه. وخلتها فعلا تشيل معاها الجثه ويموه في الصحراء لحد ما البوليس جه ولقاه. وكريم بقى مصدوم ما بقاش مصدق، وفي نفس الوقت هو بيحقق مع انجي مرات علاء وطليقته في نفس الوقت، وبيسالها هل علاء كان ليه اعداء او كان في مشاكل بينه وبين اي حد؟ فقامت انجي قالت له انت، وقالت اللي بيكتب شهادتها انها بتتهم كريم بانه هو اللي قتل علاء، وانه كمان جه تحت البيت اكتر من مره، وانه عينه كانت بتطق شراري والبواب شافه ومستعد يشهد بكده. ساعتها بقى كريم ما بقاش فاهم اي حاجه، وكان هاين عليه الايد تنشق وتبلعه. وهو قاعد على مكتب علاء كده وبيترحم عليه، لقى دوسيه فيه اوياء تتعلق باواضي القتل اللي فاتت، وعرف ان اللي ورا الموضوع ده كله هو ليلى،
او بالاصح نور، وشاف الفيديو اللي تسجل ليها هي ونديم شكري، وتأكد ان نوي هي ليلى، وتأكد اكتر واكتر لما راح الطيب وعرف ان مش نوي اللي اتدفنت وان كل اللي حصل ده كان تمثيلية. وليلى بقى حبت تنهي مشوار انتقامها باخر واحد واكتر واحد اذاها وحول حياتها الجحيم، وقامت بعتت جواب لنديم شكري وقالت له انا بقيت لوحدي ومحتاجة لك، ووصفت له العنوان فعلا، وراح لها الفيلا بالرغم انها ما كانتش متخيلة انه هيجي. وكانت لسه ليلى هتتكلم وتقوله على كل البلاوي اللي هي هببتها، لقيته بيحط ايده على بقها وبيطلع ورقة وقلم وبيكتب لها ان كريم بره وبيسمع كل اللي بيحصل ده، وكتب لها كمان قولي ان عماد ابن المستشار هو اللي عمل كل ده وانا هطلعك من هنا ونسافي انا وانت بعيد. وقام حضنها كده، بس لسوء حظه هي خدت بالها من المسدس اللي كان مخبيه، فعشان كده قالت له بس عماد ملوش دعوه باللي حصل، انا اللي خططت ونفذت لكل حاجه، وتاكا وعلاء هما اللي جم لوحدهم، انما الباقي انا اللي جبتهم هنا وخلصت عليهم بايدي. وقامت معليه صوتها وقالت سامعني كده يا كريم بيه ولا لا؟ وقامت قالت لنديم عايز تعرف عماد كان بيخلص عليهم بايه؟ بدي. وقالت له بقى بتحضني وانت مخبي مسدس، وهوب اديته بيها على دماغه خلصت عليه، وقعدت تقول له مش هتبطل تبقى جبان، عمرك ما هتبقى راجل ابدا، وجي البوليس ومسكها وحطها في العربيه. ولما شافها عماد قعد يصرخ ويصوت ويضرب الضباط ومحدش عارف يسيطر عليه، وهو عمال بيقول ليلى ليلى، وحالته كانت تصعب على الكافي يا عيني، وخصوصا محدش عايز يأذيه عشان ابن مستشار، وكمان المستشار واقف. فالمستشار استأذن القائد انه يخليهم ينزلوا ليلى لانها هي اللي بتعرف تهديه، وفعلا نزلوها وهي ادي تهديه فعلا. وبيخلص المسلسل على كده، وبصراحة من وجهة نظري المسلسل من افضل 10 مسلسلات اتعملت في اخر 10 سنين، وبنسبة كبيرة جدا كل حاجة فيه مظبوطة من تمثيل واخراج وتصوير وديكور ومكياج وموسيقى وسسبنس. بجد شابوه لكل القائمين على المسلسل ده، ونتمنى نشوف حاجات كتير بالجودة دي. وبيخلص الفيديو على كده، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعملي كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعملي كومنت عشان ابطل.